جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كيف تكون حركاتي وأفعالي كلها في ميزان حسناتي؟ فأنا أريد أن تكون كل حياتي لله وحده، حتى ساعات العمل وحتى ساعات النوم وساعات الراحة، فبماذا تنصحونني؟ بارك الله لنا فيكم. تكون حركاتك وأعمالك إبادة إذا نويت بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، نويت بأكلك تقوي على طاعة الله، ونويت بنومك تقوي على قيام الليل وهكذا، ونويت بنفقتك على أهلك وعلى إعفافهم عن الناس، ونويت بإتيانك أهلك بإعفاف نفسك وإعفاف زوجتك، فهذا يدور على النية. قد قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم.